بدي ويلكم تو ماي شانل. هذا ثاني فيديو اللي عن جديد على اليوتيوب. سو اليوم موضوعنا هو 10 things I can't live without, يعني 10 اشياء ما بقدر اعيش بلاها. سو تابعوا الفيديو لتعرفوا شو هن هدول الاشياء. سو اول شغله نوعي يعيش بلاها هي ماي ليب بالم. اوريدي بالفيديو القديم خبرتكم شو قصتي انا وشفافي. سو عندي اذا بدكم بعمل بانيك اوقات على الخبريه. سو حتى بكل بيت بجزداني بكل اوضه مش بكل اوضه بمعظم الاوض بالبيت ليب بالمز بضلني مرطبه شفافي وعتلانه هم يقشفوا وينشفوا هيدول الاخبار. وانا اوريدي كتير بحب الليب بالم. اذا بدكم عملتها حجه تجرب كذا ليب بالم وحطهم هون وهون وضلني استعملهم. رح افرجيكم هلا كم ليب بالم حاطه عندي بالبيت. الجرور حاطه مطرح ما بنام, هيدا بستعمله وبياخده معي بالبيت اكتر شي بدل احط منه. جرور السكين كير عندي هيدا الليب بوتر وهيدا الايفروشي بيضلوا بجزتاني بياخده معي بس بظهر. تاني شغله ما بعرف اذا غريبه بس انا ما بقدر اعيش بلاها, ايه بهار اسود. سو انا من العالم يلي بكون بالريستوران اوقات وفي بعض المحلات بيعرضوا مع الملح بهار اسود وبيجي اوقات الويتر وبصير هو بده يرش على الصحن وبصير واقف وبتكون في هيدا اللي بتبرم. انا جبتها هيدا اول شيء بس ما مشي حالها معي. لا لا بدي اللي بتنزل يلي بتهر. سو بصير هو واقف وعم يبرم هيك وانه بركي حار لانه هو بحر حر يعني. انا بصير قاعده من هدول بعد بعد. سو بحب كتير البهار يعني تقلكم صبح ظهر عشية صبح بس مع البيض المقلي لما نقليه على التوست حط بهار اسود غير هيك بالترويقة نو. بس غدا عشاء ما فيني عيش بلا بهار اسود. كتير عندي مصروف بهار اسود لانه يعني ما في اكلة ما بحط عليها بقول انه هيدي لا بلاها. انا اصلا بحط بالطبخة برا بحط بالصحن ما بقدر عيش بلاها. هرجيلة بقدر اعيش بلاها ولا بقدر اعيش بلاها. ريتني تنباك مع السل هو تحريقيني. عم بمزح ما بتزبط. هلا انا مني مدمنة وكل يوم يعني بقدر اعيش بلاها انه مثلا وقت الحبلت وقفت الارجيلة فور 9 اشهر على الاقل. حتى من بعدها حتى وقفت شي 4-5 شهور ورجعت على الأرجيلة. بقدر اعيش بلاها بمعنى انه بيقطع ايام ما بأرجل اكيد. ما بصير لي شي اذا ما ارجلت يعني مش انه خلاص لا بدي أرجل وهيك بس انه بحبها يعني معظم الايام ارجل. ما عم يطلع دخنة لعنة بالاوضة. نيل بولش ما بقدر اعيش بلا النيل بولش يعني ما بتذكر اي نهار ظهرت اوكي او قطع نهاري ما كان علي المانيكير منهم وقت ولدت يعني كان عندي الان عمليه. ما بقدر بس انه ضفيري مزلطين ما بتحمل مع انه يعني ضفيري طولهم قصير يعني شكلهم ولا مره بده يكون بشع وهيك على طول هيك مرتبين بس ما بتحمل شوف ضفيره بلا مانيكير نو واي. حتى بالكوارنتين لما ما قدرت روح اعمل ضفيره كنت انا لو قد ما قشر يعني اذا بيقشروا شوي دغري بظبطهم ودغري بحط لون. ما بقدر اعيش بلا مغيط للشعر وين ما كان بالبيت فيه. الحقوني ورح فرجيكم وين فيه. بالنسبة للمغيط هيدا الجرور أصلا في بقلبه كل شي للشعر لقيت. هون أول شي في المغيط. تاني شي بالجرور حتى مطرح ما بنام هولي كلهم موجودين.
ثالث شيء بجارول السكين كير كمان في مغيط، واخر شيء هدول الموجودين بقلب جستاني. نو كم واحدة سافا؟ ما بقدر اعيش بلاي هون، حسون هيك انه وين ما بدي ابرم واطرب ايدي بدي القط مغيطة. بعرف يمكن هيدا الموضوع اللي ما رح اقدر اعيش بلاي هو اكتريتنا ونقدر اعيش بلاي هون، بس يمكن الواحد حسب شغله بيكون يمكن شيء زيادة شيء اقل. وهن التليفون، الكاميرا اللي هلا عم صوركم فيها، واللابتوب. طبعا انا بما اني جرافيك ديزاينر سو اكيد كل شغلي على اللابتوب، وبس اعمل اديتنج اكيد الفيديوز بكونوا على اللابتوب، سو كتير معلق باللابتوب تبعي. اذا بدي روح نام برا اللابتوب بيلحقني، الكاميرا مش عطول بتلحقني، اكثريتها بعوزها بالبيت. والتليفون يعني اوريدي يعني بتعرفوا كل الوقت هلا نحن بنضل على التليفون، اذا بدنا نحكي حدا، إذا بدنا نشيك إيميل، شغلي على التليفون وإنستغرام أكاونت، سو بقضي وقت كتير على التليفون. سو في شيء كتير كمان بحبه، كل شيء تايجر برينت. يمكن بقدر أعيش عليهم بس أنا كتير بحبهم. إنه عندي كم شغلة برجيكم هول الليب لاينرز، سو هن عليهم تايجر برينت، جبتهم لأنه عليهم تايجر برينت. في عندي هدول الحلقات كمان تايجر برينت كتير بحبهم. في عندي الميك اب باوتش تبعي كمان تايجر برينت. وعندي هيدا الباك كتير بحبه، انه سافا، انه سافا كم شغلة يعني بيقطب. لا عن جد كم شغلة، لا انه كم شغلة. في سوري نسيت خلص البوندانا، خلص حنقلهم عندي هيدا كمان البوند. بس بدي اعمل بادي شاور بحط هيدا على راسي كمان، ماشي الحال انه قطعتين زيادة يعني صفا. تبو هاي خلص اوكي، عن جد جرسنا. ما بنقدر، لا 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 والله والله عم بمزح. هي خلص فهموا كمان لوحة بقلب البيت، كمان لوحة فوق راسي حطتها. خلص اعترفنا، ما بقدر عيش بلاهم، ما بقدر عيش بلاهم، مش الحال. خلص اوكي اعترفنا فيها، ما بقدر عيش بلا تايجر برنس. كتار لهيبة هيدا معاد الصيفي مضمون بعده. سو المي، الكل بيعرف انه وين ما يروح بيقولوا لي سيترنا المي وين، بيضلوا لحقني وين ما كان حبيبي. سو كتير بحب المي وطش كتير وبشرب كتير، سو هذا شيء منيح. يس ما بقدر اعيش بلا، انه يمكن بقدر اعيش بلا هون ما بعرف، غير انه بعد في بقلب جزدان. Nude lip liners. لا لا أنا متأكدة إنه بقدر أعيش بلاهم. كثير بحب ال nude lip liners. ما بقدر أعرف إنه في براند طلعت nude lip liner وأنا ما جربتهم. So ما بقدر أعيش بلاهم. في كم واحد كمان كتير بحبهم مثل الليب بول، بجرور حدي بالجزدان، في الاكسسوريز كتير 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 بحب الاكسسوريز. واذا بظهر بلا خاتم بلا ساعة بلا حلق بحس حالي هيك فلتانة، كأنه انا بحس بشي ناقص. سو كتير بحب الاكسسوريز. لو الساعة انا اكيد بطلع بالتليفون اكتر قد الساعة ما بطلع فيها، بس خلص معودة انه في شي بايدي. حلق، عقد، كتير كتير بحب الاكسسوار. جيكن هلا شوي شو قصدي بكتير كتير بحب الاكسسوار، ما بقدر اعيش بلاهم. So this is what I mean، ما بقدر اعيش
بلا اكسسوار. وهذا هو الفيديو لليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه وان شاء الله تكونوا تعرفتوا شوي اكثر علي. بشوفكم سون بفيديو جديد. ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب ولايك وكومنت على اليوتيوب شانل وعلى الفيديو تبعولي اللي بتشوفون وحبيتون اكثر شيء، تعرف شو بقى اصور لكم اكثر واكثر. وما تنسوا تعملوا لي فولو على الانستغرام كمان، هونيك بنزل فيديوز غير اليوتيوب فيديو، تشوفوا هونيك الفيديوز وصور الميك اب لوكس اللي بحطهم كمان. بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.